عقدت مجموعة العمران اليوم الأربعاء ندوة صحفية بمناسبة الدورة السادسة لاجتماع مجلس رقابة المجموعة الذي عقد يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران. هذا اللقاء هذا اللي تيجي من بعد مجلس الرقابة اللي تنعقد تحت رئاسة السيد الرئيس الحكومة، إذا غادي اللي عرضنا فيه الإنجازات ديال المجموعة في سنة 2012 وكذلك برنامج العمل ديال 2013 وكل الأوراق مفتوحة على المستوى التدبيري ومستوى ديال الحكامة الجيدة. ففي هذا الإطار لاحظ المجلس الرقابة وكل الأعضاء ديالو يعني كل المجهودات اللي تقوم به مجموعة العمران في ميدان ديال السكن وخصوصا السكن الاجتماعي واللي يتوجه للفئات ذو الدخل الضعيف، وكذلك تكلموا الأعضاء ديال مجلس الرقابة على الضرورة ديال تقوية أكثر الالتقائية وتضافر الجهود باش تحقق هذه الأهداف اللي هي منوطة لمجموعة العمران. وكانت هذه الندوة مناسبة لإبراز نية المجموعة مواصلة جهودها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال السكن والتعمير في شتى جوانبه، خصوصا من خلال المساهمة القوية في إنتاج السكن الاجتماعي بكل أصنافه بطريقة مباشرة أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو الشركاء المؤسساتيين.